هاد النهار تنطلعوك فوق العمار يا غي صبر اختي بالله غير نربحكم كيما راكم باسكو انا عاد قرا كاع واخا ولا بالي ولا كيف غادي توصلوا قبل سعد الملايين لا سما نحوت شو بلغ عدد السكان الجزائر عند الاستقلال وجلاء ما يقارب من مليون مستعمر أوروبي الأقدام السوداء عام 1962 نحو 9 ملايين نسمة. شكرا قيدها عندك. نعم. سعد المليون نسمة. نعم. نحيلي دبل مايك. سكوت سكوت سبار سبار سبار. إحنا شدينا المعطيات شدينا معلومات. نحيلي المايك. صافي دقيقة. 1960 شحال قلنا 9 مليون نسمة. نعم. نعم. دابا غادي تزيد غادي تدير شوف غادي تدير 2,045,000 زائد 2,169,000 جوج المليون 2,045,000 وي بلس 2,169,000 169,000 شحال عطاتك هنايا 100 شفت واش مكتوب الجيري من فوق ما شفتهاش هذه قد العجب ها هي الجيري ولكن ها هنا شنو مكتوبه الجيري فرانسيز بلا دوفيز الجيري عجبتك شوف اصبر 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 ما اصبر دقيقه سي سي الخر شوف حيد المايك لان الاستفزاز ديال السنكيان ديالو لا ما عنده ما يستفز نو نو ما عنده ما يستفز والله بني يستفز فيك انت الحقيقه اللي استفزتك وغير اسمع غير اسمع اسمعني الله يرضى عليك اسمعني اسمعني الله يرضى عليك دابا ملي كتشوف الجيري فرونسيز بعالم فرنسا وفيه النجمه السداسيه هنا يخصك تسكت على وتحشم على العرض ديالك ما نحشمش علاش لان ما كاينش تماك كنا نحربوا فيهم الفرنسي ها كنا نحربوا فيهم شي نورمال مستعمر يدير هذا الشيء هو كان البلاد تاعو رضوان باش تعطيني المداخله ديالي الله يجازيك صبر 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 شحال شحال قلت بشحال قلت صبر 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 شوف قلنا في 1962 شوف 1962 قلت بانما ملي دخلت فرنسا كنت 10 المليون ياك نعم وقتلت منكم 7 المليون نعم بشحال غادي تبقى احسب ما ايفوليوناش براتيك ما بقينا 10 ملايين ابري 9 قلت انت لا 10 كنتو 10 كنتو 10 ما ايفوليوناش 10 بالمليون 132 سنه كاع قتلوا هذاك شغل ما ايفوليوناش وغير صبر غير حبه حبه شحال كنتو من مليون ملي دخلت فرنسا في 1930 شحال قلت لك 10 10 قلت لي كنتو 10 ياك نعم يعني في هذا القرن و32 عام ما قتلت بكم 7 المليون ياك نعم وعدد السكان ديال الجزائر في 1962 بشحال هو 9 المليون كنتو نحو تقريبا 9 المليون دابا كيفاش فوالا دابا كيفاش غادي تقنعني انا تقول لي ودي فرنسا ملي دخلت كنا 10 المليون وقتلت بينا 7 المليون وملي خرجت فرنسا بقات 7 المليون اه 9 المليون 9 المليون الله شرح لي هذه المعادله بسيطه وسهله واش فيها حاجه غريبه لا غير اسمع ملي دخلت فرنسا دخلت على 10 المليون ياك وقتلت 7 المليون يعني هادو مشاو وملي جات خارجه شحال بقاو بقاو 9 المليون كي درتو لها كيفاش كي درنا لها هاي باينه صاحبي واش حاجه غريبه فهمني فهمني رضوان انا بديت كنعيا وراه قتلت منكم يعني راه ملي 10 راه 10 المليون منين كنتو 10 المليون وقتلت منكم 7 المليون راه تبقاو 3 المليون ما تبقاوش 9 المليون كيفاش كنتو نتوما وحنا شغل ما نولدو ما والو حنا واش غادي تولد راه الناس كتقتل فيك الناس راه كتقتلك كي درتي ولد نتايا
قتلو تجلس له وياك قتلو وحنا نزيدو كي دير تزيد كي دير تزيد وكما تكيف قارو رضوان واش تزيد واش تزيد 9 المليون واش كتمرض عليا ولا كيف يا رضوان الجزائري مصباح يرحم والديك شوف شوف ايماجيني ما تحمل الوالدين المداخله ديالي ايماجيني ما تفضل 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 ايماجيني ما كاش فرنسا حبسوا المايك الله يجازيكم الخير ديالكم باش ندير المداخله انا كنحبس المايك ملي كتهضروا ايماجيني بقاو صافي نقولوا جينيكو لو كان ما كاش فرنسا ولا غادي نزلوك غير دقيقة تنعطيوك الكلمة شوف الإخوة المغاربة كيفاش تدير الميكروات ديالهم وأنت غيطرطر غيتنكز مالك فيك الدودة قبل ما دير خويا زكريا زكريا غير معلومة أنا درت الكالكيلاتريس خدمتها فهذاك 8 المليون قسمتها على 132 أعطتني أن فرنسا كانت تقتل 166.044 واحد في النهار الله يرحمه والديك هادشي كنت باغي نقول واش كتكاثروا يعني ما غاديش تكونوا كتولدوا 166.044 هادو ما كانوش كيولدوا البشر كانوا كيحزقوه صح رضوان كنتو كتحزقوا بنادم خلوني نجاوب بصح خلوني نجاوب لا راه مسكتي دقيقه غير دقيقه الله يرضى عليك غير دقيقه فرنسا كي دخلت للجزائر واخا غير دقيقه انت راك خرات كبير راني عاطيك هنا ولا غادي ننزلك غير دقيقه راه انا اللي نوزع الوقت ماشي انت اللي دير المداخله ديالك انا قلت لي انت هضر ما على باليش عم بالي غير دقيقه خلي الاخ القعموز يهضر ونهضر سد الميكرو ديالك كما الاخوه المغاربه واحترم النقاش غير رضوان نقولها لك انا راه ما كنستحملوش يقطعني نهبط والله لا انا غادي ننزلو تتسويت غادي يقطع غادي ننزلو ما يحترمش الحوار غادي الله يجازيك الخير ديالك اي تفضل اول ملاحظه الاخوان المغاربه في جميع الخرائط الفرنسيه كنلاحظوا المغرب يشار اليه بامبير دو ماروك ها هي وهذه حليل العيان قراو شفتوها اخوتي ها هي اخوتي المغاربه امبير دو ماروك أيه. هذه باعتراف فرنسا أول حاجة ثاني حاجة هاي مكتوبة هنايا أمبير دو ماروك شفتوها هاي 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 ها هي سيدي لا بوبيلاسيون أوروبيان 1878 بوبيلاسيون أوروبيان قراو نتوما الإخوان أنا ما غادي نزيد عليكم حتى شي حاجة قراو نتوما هاي شحال كانت في الجزائر كانت 4,600,000 1878 نعم هذا المعطى الأول المساحة ديالها الطول الساحلي 850 كيلومتر الامتداد في الجنوب لا لارجور 600 كيلومتر 600 كيلومتر هذه هي الجزائر هذه هي 600 كيلومتر كنت كتحدو دابا رجعتهم جوج المليون وما عرفتو أقرن وزنطيف كذا نعطيك التفصيل نعطيك التفصيل فين كانوا التعداد ديال السكان في 1878 في الديبارتمون دالجي كان 872 أيه قسنطينة كانت فيها 1,027,000 كونستانتين أيه مليون ديبارتمون دو وهران 513,000 والباقي مشتت والباقي مشتت على على الويل على باقي الولايات باقي السكان اللي كيعطينا المجموع ديال 4,600,000 شحال المجموع 4,600,000 هو المجموع ديال السكان 4 مليون 4,600,000 اي 600,000 دابا هذا قال لك وكيعطيك الديانة الإسلامية المسيح الإسلامية اليهودية و إجليز إجليز يعني المسيحية توتال ماشي 4 مليون 2 مليون نو لا 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 هادو في المدن سكان المدن هادو اللي هنايا هادو سكان المدن أيه. والباقي الكل في الفيرمات وفي التواحي وشنو مكتوب تماك بروفانس او ديبارتمون ياك نعم بروفانس او ديبارتمون اييه نعم يعني اقليم او مقاطعة نعم كانت 15 الارونديسمون كانت الجي ديليس ميليانا اورليونزفيل كونستانتين بون بوجي جيلما فيليب فيل اللي بدلوا لها السميه ما عقلتش دابا شنو قالوا لها وقيله جيلما وقيله لا باتنا وقيله الله اعلم اي فيليب فيل ستيف وهران
مسكرة مستغانم سيدي بالعباس إتلمسان، هذا ما كان في الجزائر، هذو من المدن والضواحي والقرى، شي اللي كان في الجزائر فقط. 1878 دابا رجعت 58 ولاية. نعم نعم هذا هو السؤال. عندنا برا تيزي وزو اي هي لا لارجور، شوف شوف قداش كانت 850 كيلومتر من الحدود المغرب لحدود تونس، وفي الجنوب الامتداد ديالها في الجنوب في القارة 600 كيلومتر. يلاه دابا غادي غادي نعطيولو الكلمة. نعم تفضل، دابا ممكن انك تجاوب. نبداو به، كان واحد المثل في اللغة العربية يقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. على بالك الخريطة اللي بيديك، فرنسا أصلا استعمرت الجزائر كلية حتى 1930، هذو المناطق اللي طاحوا تحت السيطرة تاعها فقط، المناطق الأخرى طاحوا تدريجيا، وآخر منطقة استعمرتها الجزائر كانت تندوف 1830، ثم احتفلوا بالمئوية تاعهم واستحتلوا كامل الجزائر. لا 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 اخلي الكاميرا. لا راه درني فرنسي اخويا ما كذبش عليك. لا غير خلي الكاميرا. الخريطه وين جبتها اخويا؟ والله المدى بيش ما عندهاش حتى الكاشي، ما عندهاش الكاشي، هو يضرب تبع الكاشي. واخا ندير غير كلمه غادي نهبط اخويا رضواني لا شنو نعطيك موقع سي عبد العزيز؟ موقع نعطيكم خلاصه لهذا الشيء اللي قلتو كامل. عطيناك الموقع وقلنا لك سير الموقع. نعطيك موقع فيابل كاليكا، هاد الخريطه ما فيهاش. وخلينا نهضر كنيكو كلمه، خليني نهضر كلمه. دقيقه دقيقه دقيقه. خويا نهبط غير دقيقه ولا خويا غير دقيقه حيت خصني نمشي. شوف المغربي اكاديمي بالميم، والجزائري اكاديمي بالباء. المغربي يتكلم بالخريطة، والجزائري يتكلم بالخرطي. بالخرطي. السلام عليكم ورحمة الله. أنا جمعت لكم. شكرا لك. تفقدوا تفقدوا. ها ها ها. الله يعاونكم. طيب يبارك كلمة. ضحكتني والله. ما عنده ما يضحكك، ما عنده ما يضحكك. ما عنده ما يضحكك. أمر الواقع دابا. الخريطة كتعطيك عدد السكان ولي ديبارتومون فرونسيز ولا الجيري فرونسيز. هاني فهمت. كانت دولة سميتها الجزائر مستقلة. صح أنتم كي جبتوا الحماية، كي جبتوا الحماية كنتم. وحنا ما جبناش الحماية، حنا تفرط علينا. أهدرنا على لي ديبارتومون، أهدرنا على بلادك اللي كتطلع. كتكتب علينا كتقول لنا حنا يا دولة. دقيقة الأخ رمزي يعطي المداخلة ديالو. أولا الأخ المغربي أشكرك جزيل الشكر، لأن أولا الأكاديمية جيدة، الخرائط واضحة، وأنا أربطها هنا بالإمبراطورية التركية والعثمانية اللي كانت محددة الحدود وهذيك. وسبحانك يا جليل، وأنا عندي أنه كانت في الشمال الجزائري تما فين تحدث وجدت الجهة ديال وجدة، هذيك هو الحدود الأصلية، كانت تقريبا 600 كيلومتر، هذا هو الحد إلى الجنوب، هذا هو الحد ديالكم، هذا باعتراف الأتراك كذلك، لأن الأرشيف التركي كاين واجد. إذا أنت ما تتقش بالأرشيف الفرنسي الآن فأنت تتخرب، ما تتقش فرنسا وانت والفرنسا تقول لك لحد اليوم أنك مقاطعة فرنسية، وتدخل الرئيس الفرنسي بصباطهم إلى 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 الجزائر ويعتبركم ما كنتوش أمة، هذا رئيس فرنسي يعتبركم مقاطعة يا أخي. الأخ الآن يذكرك بخريطة، واش أنت بغيت يجيب لك الطابع ديالو يكتب فيه اسمه ولا كيفاش؟ لا شويه اعترف، عي شويه ما تبقاش تعترف، قول له راه عندك الحق وشكرا على المجهود اللي درتي، ما فيها باس. صاحبي صاحبي لو كان جاب لي موقع موثق قلت له عطيني الكاشي ما عندوش. طبعا ما فيش. هبط هبط ضرب 150 غرام، هبط ضرب 150 غرام ديال الكفته، ما تبقاش انايا تعصبني هنايا، هبط ضرب اللحم الحمار وخطينا منك. ردني يا صاحبي، فتحنا الكاميرا وانت جايب للخال. السلام عليكم. ما تضرب الحم الحمار وهنينا، قل لي انا الطياره هنا جيب لها جيب لها تضربوا في الكاشيه.
مين اللي يضرب في السارة ويجي انا هنا يبقى يقول لي انا يا مالك انا بغيت تبنى مع الصبر صاحبي راك صبرت معاه والله راك صبرت معاه وانا مالي كنصبر ولكن كتطلع لي القرده والسطح مره مره ما كنقدرش نصبر تبعت صاحبي بعدنا من هنا خلينا من ردنا التعاليق ردنا التعاليق راه كاينين التعاليق نشوف شنو كيقول والتعاليق الناس راه تضرب راسها مع الحيط راه باغيه تكلخ بالضحك انا مضرب 150 غرام يجي انا هنا يخرط عليا ما كيديرها ما جاب لنا خريطه ما جاب لنا حتى حاجه الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي تيقول له ما كنتش امه في خطابي اذا انت ما تتعرف حتى شي واحد وتيدخل لك حتى للجزائر تقول لك انت ما عمركم كنتوا امه ما عمركم كنتوا افتح له افتح له افتح له افتح له افتح له افتح له الكاميرا دكتور دكتور بلاتي غنتكي في واحد الكارو الله يجازيكم الخير اللي هضرني في راسي نتكي في واحد الكارو غنرجع لكم دكتور نعم خويا مرحبا نقسم لك بالله الا واحد الخريطه ما بغاش يبيع عليا واحد خيمه في المكتبه والله ما بغى يبيع عليا شكون راه عنده يتكتك نتايا للاسف للاسف فيما مشيتي لهم تيرجع لك هو كيبغي يخدرك كيبغي يزط لك اصاحبي يبغي يمرضك بالخريطه ديالو السي رمزي تفضل تفضل جينا حنا نتاكدوا على انه الصحراء الصحراء الشرقيه راه هي المغرب المغرب صبر اكثر من 48 50 سنه وحنا صابرين ما للاسف نتوما عيقتوا بزاف تيسحبكم المغاربه ضعفاء المغرب لا يطلب الا حقه هذا الحق هذا انا رجعت الخطابات جميع رؤساء الجزائر دائما كانت عندهم هذه اللغه هذه ورجع اخويا رضوان الخطابات ديالهم شنو كانوا تيقولوا ان المغرب له نظره توسعيه الان أيوه. عرفت الحقيقه ان تيوجدونا ان عندنا ما تجيش تطلب الصحراء الشرقية وهذا هو اللي خسرنا بس تعرف أن الإنسان السرمزي أنه أكبر خراط على وجه الأرض كيقول لك من اللي دخلت علينا فرنسا كنا يعني إيه لك الشي اللي قالوا له راسه هو اللي كيقوله كيقول لك كنا عشرات المليون ياك أوكي زيان عشرات المليون ما هي عشرات المليون قتلت بيكم اسمح لي أسي شحال قتلت بيكم قتلت بينا 7 المليون ها هي 7 المليون ايوا بشحال غادي تبقى هي تبقى 3 المليون يعني كيوقف الدم وكيوقف الموت والقتيلة فوقاش عزة الا عندكم النساء ديالكم معيز كيولدوا جوج مرات في العام هذيك حاجه اخرى راه المعزه هي اللي كتولد جوج مرات في العام ماشي ماشي المراه الانسان البشر دونك اسمح لي السير دواني نزيد على كلامك غير فاصله ونعطيك الكلمه غير نقطه نضيفها على كلامك الا سمحتي اييه الله يجازيكم بالخير ديالكم المغاربه المعطيات اللي عطيتها قلبوا عليها في الانترنت والا لقيتو نقدمت عليكم شي معلومه غنديروا حنا 130 عام ياك حنا واش كاين شي مره غادي تعيش 130 عام ما كانش ياك حنا غادي نديروا 130 عام وغادي حنايا هاد المراه وهاد المراه غادي نعطيوها مده ديال العيش تقريبا 130 قرن و30 عام يلا غادي نديروا حنايا كل عام تولد واحد ياك ها هو شحال كاين مراه شحال كاين كاين 3 المليون نورمالمون الرجال اكثر من النساء الا كانت حرب الا كانت حرب الرجال اكثر من النساء يعني يكونوا غادي نديروا حنا كل عام غادي غادي دابا هاد 10 المليون شحال يكونوا فيهم ديال النساء يكونوا فيهم 3 المليون بقاو 3 المليون ياك بقاو 3 المليون فيهم رجال ونساء يلا يعني 3 المليون قلعوا منهم جبنين للرجال كاع سيدي بقى مليون نساء مليون يلا سيدي يلا ونقولوا نديرهم كاع يولدوا ما نديروا لا بنات لا نديرهم كاع يولدوا يا سيدي مليون كاع الرجال ديالهم حتى الرجال حتى الرجال يولدوا دابا الا ضربنا حنايا هذاك العام كي دير لهاد العمليه حسابيه شحال غادي يعطيك مليون تعطيك 40 مليون ولا 20 مليون وراه كارثه عظمى صاحبي ما تقدرش اصاحبي تفهمهم هاد الناس عدوا صاحبي راه بنادم يا صاحبي راه يهبلك يا صاحبي راه تعيير الحمار الله يكرمك القرش المغربي خويا السلام عليكم القرش المغربي السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. نعم كان سمعوك تفضل. سمعوني وقع الكونيكسيو عندي أخويا. شكرا شكرا أخويا قاموز على المعطيات اللي عطيتينا والله شكرا. مطيئة نعم. جميلة جيت ترخينا اليوم أيه استفدنا منا. نعم. جات المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم السي رمزي ولا الأخ مروان ولا تفضلوا. غادي اخويا خويا اسمحوا لي الاخوان غادي نعم تفضل. شوف خويا رضوان الناس اللي مختصين ضربنا شاف ليكرون الله يرضى عليكم. نعم الناس اللي مختصين في الحرب كيقول لك كل مليون قتيل كيعطينا معاه 7 مليون ديال الجرحى. لا هادو ما كانوش كيتجرحوا كانوا كيبارو. إذن هادو اللي قتلت منهم 7 مليون ضرب أخويا 7 × 7 هي شحال كتجيك 49 جريح يعني البلاد كلها ديال المعطوبين وديال الآخر. كاينه واحد القضية حنا والمغرب والجزائر كنا غاديين خطوة خطوة لما شدينا الاستقلال أوكي. احنا فاش وصلنا ل 1990 لما انت عندهم العشريه احنا كانت عندنا 20 مليون هما 20 مليون اوكي. هما الاحصائيات اللي خرجه من عندهم الرسميه كيقولوا 250 الف اللي مات في العشريه في حين انها نص مليون اللي قتل نظام الكبرانات. فكيفاش دابا احنا في 2033 ولاو فايتيننا في عدد السكان؟ حنايا عندنا 38 مليون نسمه وهما كيقول لك عندهم 42 44 40 في حين ان الاحصائيات الحقيقيه الان كتقول بان الجزائر ما كتفوتش 25 مليون نسمه بكون ان العشريه السوداء كما هضرتي عليها ان قتلتنا واحد الفئه نشيطه العيالات والرجال وكذا وهذه. فهما مضخمين الشعب الحكومه ديالهم مضخمه عدد السكان الان باش كتستنزف الثروه ديالهم. وشكرا اخويا هذه هي المعلومه اللي بغيت نقول لك هو ان كل مليون كيعطينا 7 مليون ديال الجرحى. يعني زيد منصور زيد منصور نقطه اللي سمحتي غادي نعطيكم المايك الى تفضلتي سي براون. كنت بغيت نقولها لكم جبنا لكم خرائط بالنيميرو السيري ديالهم وعطيناكم السيري ومشيتوا الانترنت وقلبتوا لقيتوها ان خرائط رسميه فرنسيه في نونت وانا عندي اكزومبلير وحده من 30 وحده من 30 وجبتها لكم الاخوان والانسان كيقول لي ما فيهاش الكاشي. كيفاش غادي تحاور مع انسان بحال هذا؟ فهموني انا كنت حارب كنت بغيت نشري واحد لادمينستراسيون ديال لي كومون ديال اسماء الشوارع وشكون اللي هندسها ولا تيوتري منين دايز وكلشي كلشي ما بغاش يبيعوا ليا. عييت فيه بقات بيناتنا تقريبا واحد 50 اورو ديال الفرق ما بغاش يتنازل على هذيك 50 اورو ما بقاش عندي الفلوس الله غالب. جبت لكم اكزومبلير وحده من 30 بالنيميرو سيري اوريجينال ماشي ان كوبي اوريجينال بالنيميرو سيري والانسان كيقول لك فين هو الكاشي. اشنو بغيتو ندير اكثر من هادشي؟ واش نجيب لكم الوزير من ما ما من مارتش مارس تفضل الكلمه زياده على شوف كما قال لي واحد الاخ ان شوف الجزائري شتي الا كانت كتشرق الشمس من الشرق وكنت كتحاور معه وانت مغربي راه غادي يقول لك لا راه كتشرق من الغرب. بصح الا كان شي واحد اخر ربما يقول له انا متفق معك. تفضل السي رمزي هادو راه كفار ما كيامنش هما التحليل بالحساب والعقلي ما تيدخلهمش العقل. زائد على اللي قال الاخ منصور كاين السجناء كاين المنفيين. عايز السجناء شحال تسجنوا الناس ابار المعطوبين شحال تسجنوا من واحد. وبالتالي الاشكال خصهم شويه انه يحاولوا ما امكنه يهضروا معنا بالخرائط والدلائل. واللي غيطلع من الجزائر ما بقاش عايش يخرط يطلع حتى كما طلعنا حنا ولنا من القوه والشجاعه والادله تنحطوا وثائق. جبنا انت وثيقه عكس هذه الوثيقه اللي حط الاخ ما عادي ولك الجرأة تكون شجاع. تفضل. نعم اخ براون ايما السلام عليكم. وعليكم السلام سي رضوان سي رمزي اخوان راش
دولي بران لاباس عليك خويا بران دي الناس ديك تما الله يخليك ياك بخير صحه لاباس. شوف انا غادي نتناول واحد الجزء مهم من خلال مقارنه وكمقارب. نعم الفرق اللي بيننا وبين المقاربه الشعبيه حنا كنعملوا نقاش يعني عمومي من خلال مخيال شعبي حنا غير شعبي، لكن الفرق اللي خصك تعرفوه عندما تتحاور مع الطرف الاخر اللي في الضفه الاخرى لازم تحط في اعتبارك سيدي رضوان واحد المساله مهمه، انك تتحاور مع انسان كما كنقول هذه من في هذا فاقد الوعي، ماشي فاقد الوعي، هو عنده وعي لكن وعي يعني مغسول، وعي مؤدلج، فبالتالي وضع في 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 عقله وفي مخيلته ان هذه الحقائق هي الحقائق، فبالتالي لا يشعر بأدلجة ديال ترسيخ معتقدات وأفكار من 63 جيل بعد جيل كيمررها كمعتقدات خاطئة ولكنه يتكلم بها على أساس أنها الحقيقة وهي موضوعة من خلال فلتر ديال المؤسسة العسكرية. الملك القحبة ذاك الملك سير هو طلال الجري الخنصيص هو تضرب العم الحمار. لا خليك شوف حبيبي مغربي نزال باط خذ واحد بيداغوجيه سامحني في الحوار ما يطلعش شي واحد ينبح بحال شي واحد نبح وبحال حاشا كنا غادي انا وياك في الشارع نبح لنا كلب جاي يتوز مش بحال هذا مش غادي ندير له نقول له هبط ولا الجري الخنصيص صافي صافي قلت لك هنا المشكل انا ملي كنبغي بغيت من الناس ديال ما بقيتش نقول الاخوه لان الاخوه زعجاتني انا كنت نقولها قبل ومتاكد منها من قلبي كاي مغربي حنا كنمتازوا بالنيه والله ما هي عنصريه ولا تميز ولا تفاضل ولكن حقيقه كشفتها من بعد ما كانت عندي حقيقه اخرى في المخيال ديالي انهم رجال انا ما غاديش نحيد من صفه رجوله لكن هاد السذاجه وهذا الغباء اللي سمحوا انه يتمارس عليه من طرف مؤسسة عسكرية هذا يهين الجزائر الشعب الجزائري يستحق افضل يستحق حكومة افضل يستحق ناس يمارسوا السياسة وليس عسكر. يوم اعطي للجزائر حكم ذاتي هنا الفرق بين المغرب والجزائر اللي نخضعنا تقريبا نفس غير الاخ واش مغربي 100%. السلام عليكم. السلام عليكم رضوان بخير مرحبا كمل السي براون. سي براون الا سمحتي لي عافاك في عجاله غادي نقرا عليكم لا بوبولاسيون توتال دو لالجيري بو ايتر ايفالوي ا 5 مليون دابيتون فواسي دابري لي ريغيرش اوفيسييل مي تري انكومبليت دي شيفر دو لا بوبولاسيون او 31 مارس 1849 بوبولاسيون انديجين 2,598,000 personnes. Français, 54,958. Espagnol, 35,000. Italien, 8,000. Allemand, 6,000. Suisse, 3,000. Anglo-Maltais, 8,900. Anglais, 882. Total des Européens, 1,117,366. La superficie de l'Algérie, d'après les calculs de M. Cartel, est de 4,270 km² environ, un cinquième d'étendue de la France. هاد الناس شوف باش تعرفهم بانما خويا جينيراسيون بيردي السلام عليكم مرحبا بك. هاد الناس باش تعرفهم بانما فاقدين الوعي والذاكره حتى المعطيات ديال النسبه ديال الساكنه ديالهم ما عارفينهاش ملي دخلت فرنسا لعندهم ما عارفينهاش نهائيا. شكون اللي عنده صداع الاخ عادي الله يجازيك بخير اذا ما تسد الميكرو. نعم شكرا. قال لك ان الانسان وهذا الشيء اللي ذكرت لنا السي زكريا الاغلبيه ديال السكان اللي موجودين في ديك الاراضي هذيك كلها من جنسيات اوروبيه الاغلبيه ديالهم ها لي زونغلي ها لي زالمون ها لي فرونسي ها لي روما ولي لي ايطاليان مرونه الدنيا عندهم مرونه الدنيا ما كانش واحد
ان ايتا ناسيون اللي كتغاسومبلي هاد لو بوبل وتخليه انه يحكم نفسه بنفسه. واحد دولة قوية وعندها حدود وعندها واحد الرئيس ولا واحد السلطان ولا واحد الحاكم كيحكم هاد لالجيري فرانسيز. فرنسا ملي دخلت ما كذبتش فرنسا ملي دخلت ما كذبتش، قالت بانما انا ما لقيتش دولة، لقيت شعب مشتت كل واحد فين ساكن. انا جمعتهم ودرت بنايات تماك ودرت اثار ودرت واو واو غير ذلك. دونك انت ما تجيش تخرط عليا هنايا تقول لي حنا كنا 10 ديال المليون وقتلت من الناس بعد المليون وفي لانديبوندونس رجعنا 9 المليون. كي درت لها؟ واش هاد الناس كانوا كيموتوا وكيوليو يحياو ولا كيفاش؟ لان التاريخ ديالكم نتوما والارشيف ديالكم كله عند فرنسا. ما كانش عندكم واحد الحاكم في البلاد كيحكم الجزائر، ما كانش حاكم في البلاد كيحكم الجزائر وعنده وثائق وعنده واحد الدولة، يعني هو اللي مهيمن عليها، يعني هو اللي كيعرف الارشيف ولا واحد النظام كيحكم ولا واحد السلطان خلى السلالة ديالو ولا واحد الرئيس خلى، يعني وثائق كتبت بانما ان الجزائر دولة. ما كانش، ما عندكمش وثائق بشهادة وزير خارجية ديالكم كيقول بانما نو لي زالجيريان نو سوم دي كلانديستا دون ليستوار اون با دي بابي، ما عندناش باش نقابلوا الناس. هذا ماشي عيب انك تقول نتايا حنا ما كناش دولة، كنا شعب متفرق ولكن ما كانش عندنا دولة. فوقاش تجمعنا وبغينا نبنيو دولة حتى ل62؟ ماشي عيب انك تجي تقول هذا الكلام، تقول لي انا فوقاش اسست الدولة ديالي استاف 62 ولكن باتفاقيات لصالح المستعمر السابق اللي هو فرنسا. فرنسا اليوم كتاخد منكم 12% ديال لاغيشاس دلالجيري، 12% 12% صالحة هادي كاملة لي فرنسا. ما تجيش تكذبوا علينا وتكذبوا على التاريخ وتقول لي ان انتم ما كنتوش وانتم هادي. ها هما الوثائق، وانا نتحداكم تجيب لي شي وثيقه ديال المغرب بحال هادي. يلا انتم ديروا النفس وسيروا بحثوا وسيروا شريوا وسيروا قلبوا. علاش دائما كتجيو تجاوبوا معنا بلا 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 بلا؟ علاش دائما كتجاوبونا بالخرطي؟ كتجاوبونا بالخرطي عكسنا حنايا. قلتوا لنا ما كانش راه المغرب تاسس 1957، وجبنا لكم وثيقه هي ديال جدي، وثيقه ديال جدي ملي كان في السجون الفرنسيه فيها امبير شريفين ماروكان الامبراطوريه المغربيه الشريفه. اسمح لي نتكلم كاخي رضوان، ما غير باش الاخوان يلا التحقوا بينا. ردوا البال بجميع الخرائط الفرنسيه. سعد البارصه رضوان، سعد البارصه قال لك هذه حقيقه اخويا سعد البارصه، هذه حقيقه. ما تجيش تكذب عليا ما تجيش تقول لي ويجي واحد يقول لي فرنسا. لا اله الا الله. سعد البارصه كلمة ولد الله غير الزك لما هاي الاخوان وثيقه فرنسيه اجيف. انتم شوفوا الحدود ديال المغرب، شوفوا امبير ماروكان في جميع ما دخلش في لا مكتوبه امبير ماروكان. غادي نزيد الحدود، هذيك الحدود يعني ما دخلتش فيها الكولونيزاسيون. نعم هاي الامبير ماروكان. غادي نعطيك غير واحد الشرحه الاخوان، هذه الخريطه عزيزه عليا بزاف لانها حقيقه السي سعيد. هذه هي فرنسا، هذه الخريطه الفرنسيه الرسميه بلانيسفير انديكون لي كولوني فرونسيز، وتعود الى 1881. هذه وثيقه رسميه. شوفوا الاخوان المستعمرات كاع اللي فيهم بالحمر دايرينهم بالحمر، هادو كل شيء هما المستعمرات الفرنسيه. نعم وكيجيو حتى لهنا
كيوقفوا الرقعات. شوف الرقعة وهذه الرقعة ركزوا عليها مزيان. لالجيري فرانسيز الى فرانس يعني كانت كتعتبر هذوك الاراضي اراضي بدون حاكم، يعني شكون اللي كان كيحكمها يعني. كتحكمها فرنسا. هذا برهان برهانكم ان كنتم صادقين. وما عندهمش ما عندهمش سيد رضوان. نكمل المداخله ديالي. نعم تفضل اخي براون. نعم شوف سيد رضوان، انا نقول لك شوف هذه المقارنات هي مقاربات لكن فيها تناقضات. الفرق بين ان الشعب كان يمتلك تاريخ من الصغير حتى القيادة، جاء التواصل الاجتماعي، فهم لازم تربط في السياق الزمني. هناك فرق في السياق الزمني مع التحولات والمتغيرات اللي حصلت. هناك تكنولوجيا، لما جاءت التكنولوجيا يعني تفتحت الأبواب النقاش على مصراعيها، لقات الشعب كانت يعيش في دولة له تاريخ له مقومات له يعني ضاربة في العمق التاريخي كيدافع بالحقائق على القضية دياله، عنده قضية. في الطرف الآخر هناك يعني ناس كانوا أهالي كما تفضلتي واحد شوية سمعتك لبينوار ولبيبلان، كانوا الأقدام السود والأقدام البيض. أقدام السود من اللي جات فرنسا تعطي من خلال معاهدة إيفيان تعطي حكم ذاتي بشروط، قالوا الأقدام السود احنا بغينا التعويضات، رجعوا فيهم اليهود وفيهم الفرنسي، الفرنسي الأصل وفيهم اليهود، رجعوا لفرنسا كي اللي رجع ألمانيا اليهود يعني راك عارف كيف مشتين في العالم. فبالتالي اللي في بلون هما اللي انتخبوا، من اللي انتخبوا انتخبوا على اساس ان قالوا لي يقول احنا ما باغيين استقلال بمره بنبقاو تابعين لفرنسا. نعم فالقاد يقول فرصه لانه يبلور واحد اتفاقيه سميتها اتفاقيه ايفيان بشروط حكم ذاتي بشروط. الان انطلاقا من كلامك شنو وقع؟ المغرب لما جا الاستعمار خضعنا لنفس تقريبا نفس الـ المستعمر اوكي بجميع الابعاد ديالو، لكن في المغرب لقى امه وخرج خلى امه كتنهض براسها وكدير المؤسسه ديالها وكتبني البنيه السياسيه والبنيه الاقتصاديه والبنيه الفكريه والثقافيه والهويه والاعراف والمعتقد كلها باقا. لكن في الجزائر ترك نظاما ولم يترك دوله، لم يجد دوله وبالتالي لم يترك دوله، ترك نظاما هو اللي اسس اصلا هذيك هذوك الاخرين. ترك انا نقول لك شوف شوف الخبط الفرنسي خلى 60 ألف بين 50 ألف 60 ألف خلاها في كيقولوا هما في مفاصل الدولة، هي اللي تحكم الجزائر في مفاصل الدولة يعني العسكرية والوزارات السيادية خلاهم تابع لفرنسا. فبالتالي فرنسا الآن تحكم الجزائر من وراء ستار من خلال رتب عسكرية بأقل الخسائر وأفضل النتائج. نعم دابا السلطة في الجزائر متقسمة، النظام العسكري تابع لفرنسا، عنده واحد التبعية لفرنسا يعني بحكم فرنسي، يعني أي حاجة بغيت تاخدها وإنما خصو سميتو خصو الموافقة ديال فرنسا. أما السلطة الحاكمة هادوك ما دايرينش عليهم، كيخليوهم يديروا انتخابات ديالهم وكل شيء، وهذه زعما نتوما راكم حرين يعني تنتخبوا شكون اللي غادي يحكم فيكم يعني قدام الناس وقدام الناس كم كوابي لا ما راه عندنا رئيس وعندنا هذه، ولكن في الحقيقة أن فرنسا أن الجزائر ليست بدولة لحد الآن ماشي دولة وماشي الأراضي ديالها، فرنسا هي من كونت الجزائر. نعم الأخ أمين السلام عليكم. أمين عادل أمين عادل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. دقيقة خويا غير هذاك غير سميتو عدد السكان ديال 1962 يعني قلتو 9 مليون، يعني إلا جينا نشوفوا 2023 عندهم 21 مليون. أيه. هذا هو اللي بغى نعرف، هل هو مع ذلك كاين الطابور؟ هذا هو المشكل فين كاين؟ صافي والسلام عليكم. شكرا لك السي عادل مرحبا. بغيت نجاوب سعيد البارسا هكا سعيد البارسا هادي سير. نعم لا شوف سعيد راه كيخربق، شوف سعيد راه عنده معلومات اخرى على المغرب. تفضل السي امين تفضل. المشكل شكرا نزيد فضلك. المشكل في عدد الشهداء تاع الجزائر في الفتره تاع الاستعمار ولا ما فهمتش انا مليح، بانت لكم قليل ولا بزاف؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخي لوان. العدد الرسمي المصرح تصحيح فقط، العدد الرسمي المصرح من عند السلطات هو 5.6 مليون شهيد. 5.6 ما بقاش 7 دابا 5 5.6 يعني. وملي دخلت فرنسا بشحال كانوا؟ شحال كنتوا؟
ملي دخلت فرنسا الجزائر 5 د المليون 5 مليون دو مور زيد. وملي دخلت فرنسا شحال كان شحال كنتو 10 10 ملايين كنت شحال كنتو ما عرفناش هذيك بلادك كنتو 10 ملايين ياك 10 مليون 10 مليون ا بيتون ياك 10 مليون 10 مليون ا بيتون يعني كاين 10 ديال 10 د المليون ديال ديال السكان. دابا الاخ اللي كان قبلك قالنا 7 وانت قلت لنا 5 داكوغ يعني بشحال قتلت بكم قتلت بكم 5 وبقيتو 5 د المليون ياك. وفي 1962 حنا دابا شارشينا في جوجل ديرها 7 ديرها كيما تحب ديرها كيما تحب لا 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 قلنا نتايا ما تكذبش ما بقاوش نقمروا ما راناش لاعبين هنايا العواد تيرسي تيرسي واش رانا حاطين هنايا دونك تحسبتها حسبتها لا غير صبرني واش رانا نلعبوا هنايا لا لا غير بالعقل يا ولدي واش رافا راه لاعب هنايا ولدي غير جاي نهضر سيريو واش هذا الاوروميلي ولا لوطو دابا ما عرفناش واش رانا نلعبوا هنا حنا والله ما جاتني ضحكه جاتني ضحكه اسمع وكيفاش راه تقول لنا غيديروا غيديروا ولينا غنديروا والله يديك واش ولدي الغباء عنده حدود الغباء الغباء عنده حدود يا ولدي راه انتوما ما عندكمش الحدود ها صاحبي حنا كنا اغبياء 10 ناقص 7 تساوي 3 تبقى 3 تبقى 3 د المليون ياك دونك في ميزك تاف دو 62 نكونوا 3 مليون هكا لا ها شحال كنتو في رضوان نعطيك سؤال تاريخي تعرف اسكو تعرف لا لا ما شوف تعرف شوف رضوان رضوان سامحني كلامك هو الكبير نسقسيك برك رضوان تعرف افريل ولا ما تعرفوش مسيو افريل تعرفه لا ما نعرفوش لي دالتون تعرف لي دالتون ولا لا لا ما كنعرفوش المهم خلينا احنا في الموضوع ديالنا الله يرضى عليك لوكي لوك لوكي لوك غبي غبي دالتون لكن خلينا في الموضوع ديالنا ما تهربناش على دالتون راك تشبه له راك تشبه له واخا انت انسان غبي عندك ما كاريزما واخا يلا سوم يلا انا غبي واخا انا غبي والله شوف نكونوا شوف 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 انا غبي وكنعترف لك بالغباء ديال السي امين اسمعني انا غبي يلا انا غبي انت غادي تشبه لي الغباء ديالي واخا انا غبي انا غبي وكنعترف لك بالغباء ديالي داكوغ ملي دخلت فرنسا بشحال كنتو شحال كنتو بنسام انت والاغبياء اللي معاك تفضل هادو كاملين اغبياء ملي دخلت فرنسا الاخرين اللي معاك كل شيء هاد 230 واحد انا كل شيء اغبياء انت هو الذكي اسمع غير اصبر لا 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 تسكوش لا ما تعيرهم لا 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 تعيرهم لا خلوني معاه الله يرضى عليكم نختصروا الطريق نختصروا الطريق واخا يلاه قلنا شوف ملي دخلت وغير وغير على غير دقيقه غير دقيقه الله يرضى عليك غير دقيقه قلنا ملي دخلت فرنسا بشحال كنتو بنسمه بشحال 10 ملايين في 1830 10 ملايين ها هي 10 ملايين 10 مليون 10 ملايين ناس 10 ملايين بشحال قتلت ميكم فرنسا بشحال قتلت شحال قتلت رسميا رسميا 5 ملايين و600 الف شهيد 5 ملايين ها هي نزيدوا 600 ها هي 500 و600 الف واخ في 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 62 من شديتو الاستقلال إيه؟ شحال في ميزك انت لازم نكونوا 4 ملايين و400 هكا لا ماشي في ميزي حنايا كنديروا عمليه حسابيه يعني راه في ميز لا كالكولاتريس في ميز لا كالكولاتريس اللي قدامك شوف لازم نكونوا 4 مليون 400 ماشي 4 مليون غادي تكونوا ولا 4 مليون 400 ولا ها انتم غادي تكون لا غير صبا انا حسبتها سون كالكولاتريس ولا 4 مليون 400 كالكولاتريس 4 مليون 400 باش ودابا في 62 9 ملايين دونك غير نكذبوا هكا شوف ولا دابا بقات 4 مليون 400 ياك وي ياك في 62 ملي شديتوا الاستقلال شحال كنتوا مناسمه يا ولدي 9 ملايين نسمة 9 المليون على حسابك على حسابك انا مانيش سور مانيش انا مانيش انا ما تقوليش مانيش سور ها هي 9 المليون لا لا ها هي شوف 9 المليون غير اسمع لي 9 المليون ياك مزيان 9 المليون دابا 10 10 المليون غادي نقصوا بها
5 د المليون 600 تبقى 4 د المليون و 6400 ياك ايه ايه وفي ملي شديتو الاستقلال رجعتو 9 د المليون يا افريل افريل سمعني دونك فرنسا لازم تقتلنا في 1830 تقتلنا أيه؟ ودير ودير اون كاستراسيون للرجال باش نبقاو 4 مليون 400 على بالك سمعتها كاستراسيون خي تفهم شنو نهضر انا ما فهمتكش انا هضر معايا بالعربيه ما لازمش المراه الجزائريه ما لازمش تولد elle doit pas procréer سي واخا هذه هي هذه هي النقطه اللي بغيت نجي لها شوف ربي دار الموت ما دارش الحياه ربي دار الموت هذه هي النقطه هذه هي النقطه عقل الناس اللي راهم يسمعوا فيه شوف هذه هي النقطه عقلك انت وهذه هي النقطه اللي واسكت هذه هي النقطه اللي بغيت نوصل لها انايا دابا نتوما في هذه المده هذه المده كامله تقتلت 4 5 المليون و600 وبقات 4 المليون و600 كيفاش وصلتوا لعدد 9 المليون بشحال غادي تولد المراه في السنه 132 سنه يا عبد ربي 130 سنه ونسات ونسي كيولدوا 132 سنة عادي يعني يعني الناس يعني الناس في الحرب وغير اسمعني 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 يعني فوقاش بديتوا انتم درتوا الحرب فوقاش بديتوا الحرب فوقاش بديتوا الحرب فوقاش بدات الحرب ما بين فرنسا والجزائر امتى ملي دخلت فرنسا والجزائر حرب حتى نخرجها واخا مزيان 1830 حتى 1960 دابا من 1830 ونسى كيولدوا ياك اسمح لي اسمح لي يا رضوان قبل ما نهبط الى الله يجازيك دقيقه واحد لا غير صبر بس ماشي دخلتك انا غادي ندير معاك عمليه حسابيه شوف شوف نهضر معاك لا غير خليني نوصل له نوصل معاه غلط راك غلط وراح نهضر معاك باحترام يا ودي انا راني غلط وانا بغيتك انت تفهمني لا حول ولا قوه الا بالله بدل سوجي وعلاش نبدلو سوجي وقول لي دابا شوف بشحال كيتزادوا في السنه شحال كتزاد في السنه دابا ملي وصلتوا هاد 9 المليون وفرنسا قتلت كنتوا 10 المليون وقتلت منكم 5 المليون 600 بشحال كتزاد لازم نخرجوا 4 مليون و400 في من زكتها لازم نخرجوا 4 مليون و400 ها انت بقيتوا 4 مليون و600 هذا 4 مليون و600 هذا 4 مليون و600 بشحال غادي يكون فيها العدد ديال النساء بشحال غادي يكون فيها عدد النساء يكون اكثر من عدد الرجال بشحال على الحرب قال لك في الحروب في الحروب الرجال يكون عددهم اقل من النساء تقيموا لك يعني غادي يكونوا نساء غير صبر غير صبر نعم خويا بشحال غادي راه اسمعني الراجل اللي راه يموت في الحرب باش المراه ولا ولا قوه الا بالله اخر مره غادي نوقفك على الكلام غادي ننزلك اخر مره لان هذا الكلام العشوائي ما كيعجبنيش قلنا بان ما تقلقش يا افريل ما تقلقش ولا غير اسمعني يا زيتونه ولا ما عرفت كيفاش غادي نقول لك اسمعني 4 المليون و600 بقات فيكم بقات منكم 400 4 المليون و400 بقات من الحرب دابا في هذه المده ديال 132 سنه بشحال من هذا 400 4 المليون و40 شحال كاين ديال عدد النساء الله اعلم نديروها النصف نديرو 2 المليون ولا اكثر ولا اكثر يكون اكثر لانه في حاله الحرب الرجال يموتوا يكون العدد تاعهم اقل يعني بشحال يكون ديال النساء شحال نديرو دير 3 ملايين دير 3 مليون يعني حنا نديرو 3 مليون غير ديال النساء يا الا حبيت الا حبيت الا حبيت واخا 3 مليون دابا 3 مليون غير ديال النساء دابا كيفاش غادي دير تقنعني انا تقول لي كنا 10 د المليون ياك وفرنسا قتلت منا 5 د المليون و600 وبقينا في 130 سنه هو في 130 قتلت مينا قتلت بينا 5 المليون و600 ياك وبقى 4 المليون و400 ومن ضمن هذا 4 المليون و400 كاين 3 د النساء 3 د المليون ديال النساء انت اللي قلت بقى انت اللي قلت بقى وراه انا كنقول لك انت يا انت اللي كتجاوبني ماشي انا واش باغي تهضر ودي تحكم عليا اني هبط 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 هبط
مش انا اللي كنقول انا كنسول كنت كذا هبط تضرب الحمل الحمار اختنا اسمح لي اردوان نقول لك واحد الكلمه غادي نهبط من اسمح لي من 1830 الى 1954 الفاتح من ونبير لو بروميير لو كات بلا انا لقينا اسمح لي اسمح لي الثوره بدات لو 4 نوفمبر 1954 ما كانوش اموات بداو القتلى لو 1 نوفمبر 1954 هي فاش بدات الثوره الجزائريه يعني ما كانوش شهداء لا والو وغادي نخليك وشكرا على المساحه ديالك اخويا زكريا بارك الله فيك شكرا شكرا, لك. شكرا. أردوان أردوان واحد المداخلة غير خفيفة تفضل المغرب دار المسيرة الخف لأن
سقطتنا الدجاجه والدجاجه ماتت وجا الفروج هادشي كامل ما يفهموش. عرفتي علاش؟ حيت بحال كتناقش مع واحد كان ساكن حداك وقلت ليه بعد 30 سنه ولا 40 سنه تيجي تجاركم، جاركم راه هو باك هذاك راه متبنيك ماشي حقيقي باك، غيتصدم. انت غتقول له الاقدام بيض والاقدام سود وفرنسا مخليه فيك نظام يعني وظيفي ان سيستم فونكسيونيل، ما كيقدرش يستوعب النوع الاول. والثاني جاي كذباب الكتروني كيضرب لك النقاش، ملي كتكون انت نقاش يعني واصل يعني واصل العظم فيهم هما، نقاش كيعرف ان غادي يوصل الناس اللي ما واعينش في الجزائر واللي ما عندهمش خبر بالقضيه كيحاول يشوش عليك، وانت كتشبه لوكيوليك وانت باش انت تنرفز وتخرج على الموضوع. خليك في السياق ديال الموضوع ولي ديبا خاصهم يكونوا اون بروغريسيون صافي دير نمشيو حنا من هنا. يعني هذه المعلومه هي وصلت، راه كاين الناس كيسمعوا. ارانتقلوا اش وقع من 62 اتفاق ايفيان شويه الحدود الشرقيه هذه الصحراء الشرقيه نتناقشوها بهذا المنوال نتناولوها باش نوصلوا الحقائق للناس، ما نبقاش محصور في واحد تقنعوا واش انت فاهم اشنا هي خليت 4.5 وجات 3.5 وتزوجوا عطاونا الحمام، ما هادشي ما يفهموش هو، ولا كان فهموه ما غيقبلوش حيت هو مؤدلج، هو عنده حقيقه اخرى يعني مجانبه للصواب لكن عقله يؤمن بها كحقيقه. فبالتالي انت ناقش، لان كاينين الناس الجزائريين لتحت كيسمعوا كيمشي ويراجعوا الداس كيديروا جلسه مع الداس وكيناقشوا واش هادشي اللي قالوا المغاربه صحيح. واخا يسبك خليه يسبك، لا خليه يسب، انا ما كنديرش على السب ديالو. كينزل تحت ولا كيمشي للدار وكيدور الحقائق، راه كاين الحمد لله. صحيح براون صحيح كلامك فهمتي، هذا هو ما نبقاوش نعطيو مقارنه. اسمعني راه كاين الناس كما كان الحال بحالنا المغاربه، ملي كتشوف واحد كيعطيك حقيقه ويستهزئ بك راه ما تقبلهاش. ما كتقبلهاش، خليه يمشي، ما تستهزئ منه، ما تضحك، اعطيه حقائق وخليه يمشي يتاكد منها فقط. أيه. نعم هذا نشوفوا الاخ اللي طلع معنا. السلام عليكم كيمو 75. وعليكم السلام ورحمه الله اخويا. اهلا وسهلا اخي كان. مرحبا بك. سلام خويا ابراهيم. سلام حبيبي. كيداير لاباس؟ الله يحفظك. الحمد لله. خويا تهضر على الجزائري ياك، الجزائريين. نعم نعم. انا عندي واحد السؤال حقاً، انا راه سبعه راه عايش معاهم هذه تقريبا 24 سنه. عمرني ما فهمت علاش ماشي تكرهونا، اي سون اونفيو، يعني عندهم واحد بحال قلتي اونتر جالوزي ان وانا صراحه بزاف المرات طاولي مشاكل معاهم وعندهم واحد القضيه يعني مشى له الصوت للاسف. عاود رجع معنا اللي تقول دير لهم الثقه صراحه. عاود ولدي عاود، ما سمعناكش ما سمعناكش السي كونيكسيون عندك الصوت شويه. سلام ابو جود. سلام اخي ضربوا لنا شوف ليكرون الله يرضى عليك. تسمعوني دابا؟ نعم دابا مزيان تفضل. انا على حسب التجربه ديالي معاهم هما قاوم حكار وزيادة السادة تيحدوا المغاربة حقا حنا المغاربة كنوقعوا عليهم في حوايج، حنا كنخدموا عندنا واحد العقلية كنخدموا على حسب الناس اللي كنسمعهم عرفتي راه نوصل للخوت. وجيتي لي هذه الملاحظة نناقشها معك كيمو. شوف انا غادي نعمل واحد استعاره باش نجاوبك على نعم. انا غادي نعمل واحد استعاره مع الاخوه اللي سمحوا لي باش نجاوبك على السؤال ديالك. كتذكر المونديال ديال الناشئين اللي دار ديال الشعر اللي دار في شكون الاخوه اللي كيتذكروا اللي دار في الجزائر ديال تحت 17 اللي دار ديال 17 ضربوهم. لا قبل ما نضربهم خليني نعطيك انا من ناحيه ديال السمات النفسيه لو كوتي بسيكولوجيك باش يعرف كيمو علاش كيكرهونا خصو يعذرهم، لأن مؤدلجين بالعدو في الضفه الاخرى من 66 وما كيشحنوا بان هذاك عدو. لماذا؟ انا غاعطيك واحد الصوره فيها ابعاد اجتماعيه ونفسيه وفكريه وحتى يعني من ناحيه ديال التربيه. اسمع المفروض في الاعراف ديال الرياضه الا كنت كنلعب انا وفريقك ديال سيكيمو وفريقي انا ولاعبين انا وياك تكتي ليبيرو وانا رقم 9 مع الفريق الثاني وكانت المباراه حاميه الواطيس وانا في بلادي وخسر ربحك وخاسر وجيت لضربه جزاء وربحتك رغم هذاك الشيء كامل ديك الغليان وكان ضربك ملي كنربح كل شيء كيطفى كنجي كنعندك لان انا فايز
ما السؤال مطروح، كيف يعقل ان فريق ديال 17 ذكر مع سطر بالاحمر على 17 سنه صغار كيفوزوا ومع ذلك كيعتمدوا على وسيله الضرب للمغاربه؟ ما معنى هذا؟ ان الاعراف حتى الاعراف المتعارف عليها في الرياضه في كره القدم بالخصوص الى فستي كيتقلب الحزن او القلق الى فرح، ما تقلبش عندهم فرح ما استمتعوش، هما فايزين وكيضربوا في المغاربه. اذا هذا كيدل انه بشحون مثل ميت ابوه مثله مثل جده، من 63 وهو كيتشحن حتى الولد الصغير واخذ واحد الصوره عدائيه اللي هو الجيران ديالو اللي في المغرب. هذاك عدو يعني في الرياضه، عدو في الثقافه، عدو في السياسه، عدو في العسكر، عدو. هذا الجواب على السؤال ديالك انت. ما تستغربش الا كرهوك، راهم مؤدلجين، راهم عامرين في مخهم على ان هذاك عدو خاص تتعامل معاه من منطلق العدو، سواء في القرايه، سواء في الرياضه، سواء في السياسه، سواء في حتى في الجاليه. الجاليه خلي بالك هذاك راه عدو. هذا جوابي لك، كأعطيك اسقاط ما جرى في المباراه ديال الناشئين النهائي اللي ربحوها بضربات ترجيحيه. وعندي لك سؤال اخر اخويا براون. تفضل حبيبي. علاش حنا تنعاودوا نفس الخطا؟ تيطرا لينا منهم شي حوايج خايبين وتنتقاصوا فيهم في الفون ديالنا يعني تنت السؤال هذا لينا كشعب ولا المؤسسات؟ لا كشعب تنهضر لك. كيفاش يعني؟ اشنو كيتقاس؟ معطيني مثال باش نعطيك سبيسيفيك. حقاش انا التجربه، هذيك التجربه يعني فيهم لا ترايزون، فهمتيني ولا لا؟ يعني لا السؤال اللي سالتك تي علاش كنتعرضوا لهاد الخيانات وكنعاودوا وتنعاودوا نديروا فيهم الثقه. الا كنا اسمعني، لا الا كنا كاشخاص، اسمعني على المستويين، الا كنا اشخاص ذاتيين طبيعيين دي بيرسون ناتور، ما يقدر تقع في خطا. لماذا كترجع لتربيتك انت كيفاش كتشوف الاخر؟ تقدر تسمح له في اعاده الخطا ولا لا؟ هذه كيرجع لتربيتك، وحنا مربيين باننا كنسمحوا، ما عندناش الحقد في قلوبنا، هما عندهم الحقد والخيانه متكرر. فعلى مستوى الاشخاص ما غنتعمقوش، انا نتكلم على مستوى المؤسسات. من 63 تحدى اي جزائري يعطيني ولا مره المغرب آدى الجزائر سياسيا عسكريا. الا كانت الحرب الرمال وامقالة واحد اثنين، لاحظه معايا دائما المغرب كيدير رده فعل ولا يستعمل الفعل. كيجي الهجوم كيردوا، كينصروا الله، كيسحقهم، كيرجعوا صاغرين، يعودون صاغرين فقط. ما كانش المغرب عمره هجم حتى 63. الرمال اللي كيحاول النظام الجزائري يسوقها للشعب بان المغرب هو اللي اعتدى وحقرونا المروك، هذه كلها كانت من فبركه بوخروبه الذي هو تلميذ ديال جمال عبد الناصر، الذين كلهم جميع القومجيه كانوا كيحاربوا الملكيات في 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 العالم العربي كله، وخصوصا اللي كان بالوكاله كيقوم بها هو القذافي وبوخروبه في شمال افريقيا. فبالتالي حنا ما نجحاتش هذيك حرب الرمال. سببها هو ان الملك الحسن محمد الخامس ملي دار مع رئيس حكومه مؤقته اتفاق باش يديروا اعاده ترسيم الحدود، مات من الصدف ديال رب العالمين والاقدار، مات محمد الخامس، تولى الحسن الثاني. كان تيقول لهذاك بن بلة واش درتي معايا بحوت؟ تيقول له دير، عندي شي صداع ديال الاوراس هذوك الحقيقيين، اللي حقيقيين ديال المدبوح هذاك اسمه بومهيدي والاخر سميت هربت عليا، هذوك اللي كانوا ثوار حقيقيين هربوا الاوراس، ما مرضوش بداك اتفاقيه افيان، مشاو الفوق. قال لي صبر عليا هذا الاوضاع. بوخروبه واش كان تيدير؟ كان هو نائب رئيس المجلس، نائب ديال بن بلة، وفي نفس الوقت وزير الدفاع، كان كيخطط باش يعمل اي حاجه بتصميم وتخطيط وسيناريو. داكشي اللي تعرف المصريين عندهم داكشي ديال الاحلام. خويا براون هذاك سميتو حسينيه الحاج ومحمد عاد اسم. ايوه باش ايوه باش ما يقول لك راه غلط عليهم ولا شي حاجه. المهم حسينيه الحاج علاش طلعك امين؟ فبالتالي خويا كيمو هذاك الحرب الرمال افتعلها بوخروبه، هو اللي ذبح واحد القوات 10 ديال ماشي تا جنود، 10 ديال القوات المساعده، ذبحهم بواحد الطريقه شنعاء باش يستفز المغرب، رغم باش ندخل في السياق الاخوان كيعرفوها، غير باش تعرف ان واتصل بهم المغرب الحسن الثاني قال لهم ايه راه باش ندخل في التفاصيل، راكم غلطتوا في ذوك الناس اللي قتلتوهم. أيوة. يعني طلبوا الاعتذار. ما لقاش الجواب صح خويا رضوان. نعم وعلمكم بالشهيده. قال له انت اللي تقتل ولادي اجي نوريك، ومشى طاح معاه وشدوا عطى له طريحه وخرج بن بلة. شوف من خلال اللايف ديالك رضوان، من خلال اللايف حقرونا اخواني حقرونا. رضوان من خلال ديالك واحد اللبس واقع عند السدجه، عند السدجه اللي ما عندهمش خلفيه في الجزائر، ودوك الدوبه انا ما كنخاطبهمش، هذوك عارفين وكيجيو غير يشوشوا. شوف ملي كتجي انت كمغربي، انا في محل نقول لك كيف يعقل جيش دوله تستقل 7 شهور ولا 8
وغادي تهجم على دولة استقلت 56 عندها تقريبا جيش شبه نظامي. هذه هي اللعبة اللي لعب عليها أبو خروبة. دار هجوم باش أي واحد ما يعتقدش يقول أو كيفاش يعقل دولة واقفة من 56 عندها تقريبا 6 على 56 4 سنين 6 سنين بدا جيشها النظامي كيتكون غادي تجي دولة أخرى يلاه مستقلة وتهجم. هو لعب على هذا الوتر باش يستثير العاطفة ديالو التضامن ديال الشعب باش يعطي شرعية لا 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 مشروطه مزوره لا شرعيه دي. فوالا هذا مش تاع كلمه الاخوان. نعم. شكرا لك لاباس عليك كلاه خويا لاباس عليك كلشي بخير. نعم كنشكركم الاخوان شكرا لكم. غادي نعطي اخر مداخله لواحد الجزائري باش نسدوا اللايف. كنشكركم سي ابن بطوطه الاخ براون اخ كيمو شكرا لكم كاملين. شكرا اخي رضوان شكرا لك ابن بطوطه عندك لايف ولا شكرا لك شكرا. لا لا ما يكون ان شاء الله حتى نهار السبت نديروه ان شاء الله. نعم شكرا مرحبا اخي الكريم شكرا لك الاخ براون دمت في رعايه تحياتي تحياتي خوتي. نعم شكرا رضوان شكرا. نعم. رضوان كيعاود طلعتني اخر سمح لي ثواني. نعم بارك الله فيك رضوان رضوان لي معلومه برك. نعم. لا هضرتوا في بزاف مواضيع 10 ملايين نرجعوا للنقطه الاولى بشحال كنتو بمليون رضوان كنا 10 ملايين رضوان. نعم. امريكا في 1860 كانوا 30 مليون داروا حرب اهليه لا غير دو سيسيسيون 4 سنين بين العسكر فقط بين لي ميليتير لي نورديس ولي كونفيديري باتوا 600 الف. سكت علينا اخوك حشمه على روحك كان يطعتنا ضرب احترام. هيا طلع في خوك طلع في خوك غيت طلع في خوك اللي راهو يدير في الحس. وتحيه البغوله اللي كانوا معاك اللي كانوا حاطين رحم وثقفين. هيا غدوه ان شاء الله بقاو على خير. زيد اخر طفر طفر زيد له زيد له زيد له باش يسمع زيد له زيد له عطاه زيد له على حنا راه نتكلموا في 1888 رقم السينيال. كانت هذه هي نهاية القصة لأخونا الجزائري. أشكركم جميعا إخواني الكرام ودمتم في رعاية الله وبداية أسبوع موفقة وشكرا لكم على وفائكم لهذا اللايف. كنشكركم بزاف. ليلة سعيدة وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم سي محمد خويا.